زبائن مركز الوسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم اتشرفنا بالأستاذ طه العزاوي المسؤول عن الدورات التعليمية في مركز الوسام، وأيضا أحد الزبائن عمر من بغداد وثائر الجبوري من مدينة الحلة. طبعا راح نسأل الأخ ثائر الجبوري عن الدورات وعن مستوى الدورات وعن الجهاز، طبعا أول شيء عن أجهزة الأوتيل، شنو رأيه بأجهزة الأوتيل وشنو رأيه بالدورات التعليمية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي من الحلة، اشتريت جهاز من شركة الوسام من أربيل حصرا، شركة الوسام. دخلت دورة من أستاذ طه العزاوي. أين؟ الدورة استمرت 12 يوم، صار اليوم 5 أيام بلشنا بالدورة. أين؟ الشرح أول شيء الجهاز كله إنجليزي. شنو رأيك بالجهاز وإمكانيات الجهاز أول شيء؟ الجهاز يشتغل على جميع السيارات. أين؟ ما عدا السيارات الإيراني. أين؟ الجهاز فحص وبرمجة. أين؟ الدورات من أستاذ طه العزاوي مثل ما ذكرنا، اي موضوع شرح وتطبيق على السياره، يعني نظري وعملي. نظري وعملي، اي موضوع ندرسه نفس الوقت اللي ندرس عليه نطبقه على السياره، واي مشكله عندنا بالشرح او بالتطبيق ينعاد الدرس من جديد. أينا. من قبل استاذ طه العزاوي. شنو رايك بمستوى الدوره؟ يعني استفاديت انت من عندها؟ يسوى انه جيت من الحله الاربعاء على مود هاي الدوره؟ اني اول ما اجيت لهنا انا سالتك وكان جت مستوى صعب الامور كلش. دائما السؤال اول ما يجون هنا يسالون، يعني هذا ابو الدوره مدخل دورات سابقا، شلون الدورات مثلا؟ انا قرات التعليقات باليوتيوب قبل ما اجي عليك، او مش شفت التعليقات اللي تنشرها انت على اليوتيوب، انا اللي على ضوء التعليقات اجيت. اينا. فاستاذ طه العزاوي 12 يوم اللي دخلني اياهم، ماك يوم او بين يوم ويوم بالليل باستراحتنا ياخذنا المكان عام سياحي، اي شيء عندنا اي مشكله اي بالشرح مال اليوم يعدنا بالليل، ما عدا اي مشكله بي. اي نعم، يعني تروح ثاني يوم تغير على موضوع ثاني تكون انت مستوعب الموضوع كله. ورغم هذا كله من تخلص الدوره لمده 6 اشهر او 7 اشهر دعم من قبل استاذ طه العزاوي، اي مشكله عندك باي سياره صوره ودز له واتساب وما يقصر ويانا. ان شاء الله. وتنصح الزبائن انه يجون لهاي الدورات؟ يجون الدورات واستاذ طه العزاوي ما يقصر وياهم، وانا سالت داخلي اكثر من 100 طالب يمه. أينا. وكلهم متميزين. ناس يقول يعني انا خلال 12 يوم ممكن ما اتعلم، يعني انت تشوف ال 12 يوم كفايه انه واحد يتعلم بيها؟ انا سالته قال ال 12 يوم اذا ما طلعتك منه انا مضبوط اعيد لك الدوره من جديد. ومستواك اللغه الانجليزيه ايش قد؟ هم ناس يسالون هوايه، مثلا يقول انا، ناس تقول مستواي فول، اكو ناس يجي يقول انا ما اعرف انجليزي مثلا. مستواي 15% او اقل من 15%، كنت مستصعب الامور، بس من دخلت الدوره وشفتها استاذ طه العزاوي يعطيك بالانجليزي وقدامه ترجم لك بالعربي. وبالنسبه بالنسبه للملزمه اللي زودك بيها، هل بيها استفاده ملزمه؟ وشنو تحتوي هاي الملزمه؟ اكيد الملزمه بها شكو شيء تحتوي السياره بالعموم، او اي شيء بالانجليزي قدامه معرب بالعربي، يعني ما تصعب علينا اي شيء. هي كل اللي موجود بالسياره هي تشرح مالته وهي تقدمها بالعربي. اي نعم، يعني مستفاد ان شاء الله من اكيد الملزمه. من زودتنا بالملزمه سهلت علينا هواي امور. اي نعم تمام.